من غير الشربة بس بجوع ووحدة وغربة السفرة من غير الشربة بس بجوع ووحدة وغربة السفرة من غير مبطن متشبعني تعبي البطن السفرة من غير مبطن متشبعني تعبي البطن السفرة اللي بلا البراد لا تقربها ولا تنضار السفرة اللي بلا البراد لا تقربها ولا تنضار السفرة اللي بلا طاجين تسحف لا تملى العين السفرة اللي بلا طاجين تسحف لا تملى العين السفرة اللي بلا بوري كيف السيارة بلا الكريم السفرة اللي بلا بوري كيف السيارة بلا الكريم وبيتنا مدورة كيف الشمعة منورة ورزيزتنا مخمورة وخبزتنا محورة وبيتنا مدورة كيف الشمعة منورة ورزيزتنا مخمورة وخبزتنا محورة تلقي حتنا مصورة تلقي حتنا مصورة يا تلقي حتنا مصورة منورة ومدورة يا بيتزا تسلم يا بوريك إن شاء الله دوما مقرمش إيش الحالك يا شريبة يعني اليوم تشيشة مبارك مبارك أوه أيوة إحنا مبارك مبارك رمضانك مبروك كيف الحال رمضانك مبروك رمضانك مبروك شن حالك عش من راك أنا ديما موجودة لكن كلكم تجهليني برغم أني أهم منكم كلكم أهم من نحن ريك طبق مقبلات مش وجبة أساسية حتى الشبع ما تشبعيش ها سري ما نكلمش في المعجنات إشي لا 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 يا سلطة ما عندكش حق تجرحي البيتزا هكي وكلنا فطور وكلنا نعمة وكلنا مهمين تأسكت يا مزيد من كلمك ناقصني غير المقليات يكلموني انتي خير هاد خليك انتي يا تشيش على جنب لو سمحتي انتي الوحيدة اللي صحية ما عندي ما نقول فيك لكن الباقي كله لوح ايش قصدك اوكي حبرا ابك بك 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 ها والله انتي لو كنتي مشوية كان فيها وفيها لكن انتي محمرة ريحتك كلها دهان جلد وصلني لهنا كلكم كوليسترول كلكم كوليسترول المرة الجاية تو ندي مزي العرق عيب عليك الاسلوب هذا راه خليها عندها حق ان شاء الله ما يكتروش مني بس الناس تحبك يا بوريك وما يستغنوش عند قرميشتك ما تعدلش على كلامها معلش كلام الحق وجاع لو الناس حمروك في الفرن خير ما تكون مقلي وانتي يا دجاجة لو يشوك افضل لكن البيتزا ما عنديش لك فتوى بصراحة معجنات معلش يا خيتي مرات يدروك بالشعير ولا الطعام خلاص بإيدي تعدليش عليه شش ما تقولهاش ان انا كأبل الدسم أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين نقدم لكم النشرة الجوية نلاحظ استمرار ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء متفرقة من السفرة مع ظهور سحب من البخار ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة في الدقائق المقبلة لو ما جوش كلوها على الفور كما نلاحظ هنا المكرونة حارة شرقا والبوريك جاف مقرمش شمالا أما الخبزة فهي رطبة جزئيا هذا كان مختصر نشرتنا الجوية لهذا اليوم نلتقي في وجبة أخرى إن شاء الله دمتم في رعاية الله من غير الشربة بس بجوع ووحدة وغربة السفرة من غير الشربة بس بجوع ووحدة وغربة السفرة من غير مبطن متشبعني تعبي البطن السفرة من غير مبطن متشبعني تعبي البطن السفرة اللي بلا البراد لا تقربها ولا تنضار السفرة اللي بلا البراد لا تقربها ولا تنضار السفرة اللي بلا طاجين تسحف لا تملى العين السفرة اللي بلا طاجين تسحف لا تملى العين السفرة اللي بلا بوري كيف السيارة بلا الكريم السفرة اللي بلا بوري كيف السيارة بلا الكريم